بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات. ومع الجزء الثامن من الدرس الثاني نتناول فيه حل مثال لنظام خطي في ثلاث معادلات في ثلاثة مجاهيل. في البداية نكتب هذا النظام الخطي في شكل مصفوفة موسعة. كما فعلنا من قبل في الخطوة الأولى، نجعل أول عنصر عبارة عن واحد. كيف؟ بدل من أن نقسم وندخل في الكسور، نبدل الصف الثاني مكان الصف الأول، فتكون المصفوفة الموسعة في شكلها الجديد كالتالي: واحد سالب اثنين، ثلاثة، تسعة، اثنين سالب خمسة، خمسة، سبعتاشر، سالب واحد، ثلاثة، صفر، سالب أربعة. كما فعلنا من قبل، نحاول أن نجعل الأعداد الموجودة تحت هذا الليدنج وان أصفار. فإذا أردنا أن نجعل هذه الاثنين صفرا، نضرب الصف الأول في سالب اثنين ونجمعه على الصف الثاني. إذا أردنا أن نجعل سالب واحد صفرا، هي نفس الواحد بعكس الإشارة، فنجمع الصف الأول مع الصف الثالث. إذن نضرب الصف الأول في سالب اثنين، ثم نجمع الناتج على الصف الثاني، وطريقة أخرى نجمع الصف الأول مع الصف الثالث، فتكون المصفوفة الموسعة في ثوبها الجديد كالتالي: الصف الأول كما هو، كما فعلنا حينما قمنا بحل هذا المثال سابقا باستخدام طريقة جاوس للحذف. الخطوة الثانية هي نريد أن نجعل هذا السالب واحد واحدا حتى يكون leading one. بدلا من أن نضرب هذا الصف في سالب واحد، يمكننا أن نبدل الصف الثالث مكان الصف الثاني، فتكون المصفوفة الموسعة في الشكل التالي. الآن نريد أن نجعل هذه السالب اثنين صفرا وهذا السالب واحد صفرا. سالب واحد يمكننا جمع الصفين فيخرج صفرا، أما حتى نجعل السالب اثنين صفرا، نضرب الصف الثاني في اثنين عكسها في الإشارة ونجمعها مع هذا الصف فتصبح صفرا، أي أننا مرة نضرب الصف الثاني في اثنين ونجمعه على الصف الأول حتى نحول سالب اثنين إلى صفر، ومرة نجمع الصف الثاني مع الصف الثالث حتى نحول سالب واحد إلى صفر. الصف الثاني يظل كما هو، واحد في اثنين باثنين، نجمع عليه سالب اثنين يعطي صفرا، وهنا أيضا المجموع يعطي صفرا. ثلاثة في اثنين ستة، ستة موجب ثلاثة، تسعة، ثلاثة ناقص واحد اثنين. خمسة في اثنين بعشرة، عشرة موجب تسعة، تسعة عشر، خمسة ناقص واحد أربعة. الآن نريد أن نجعل هذه الاثنين واحدا، كيف؟ نقسم هذا الصف على اثنين، بمعنى نضرب هذا الصف في نص، R ثلاثة في نص، الآن نريد أن نجعل هذه الثلاثة صفرا وهذه التسعة صفرا أيضا، فماذا نفعل؟ أولا نضرب الصف الثالث في سالب تسعة ونجمع الناتج على الصف الأول، ثم نضربه مرة أخرى في سالب ثلاثة ونجمعه على الصف الثاني، واحد في سالب تسعة بسالب تسعة موجب تسعة يعطي صفرا، كذلك واحد في سالب ثلاثة بسالب ثلاثة موجب ثلاثة يعطي صفرا.
الآن 2 في سالب 9 سالب 18 موجب 19 يعطي 1. 2 في سالب 3 بسالب 6 سالب 6 موجب 5 سالب 1. الآن x تقابل هذا الواحد، يعبر عن x يقابل القيمة 1، هذا الواحد يقابل y تقابله القيمة سالب 1، وهذا الواحد يقابل z تقابله القيمة 2. ترون أحبتي أننا حصلنا على قيم المتغيرات، وهي نفس القيم التي حصلنا عليها سابقا باستخدام طريقة جاوس، ولكن دون استخدام تعويض خلفي. وهذه هي التيسيرات التي أضافها جوردان لطريقة جاوس، فحق له أن يوضع اسمه مع اسم جاوس في هذه الطريقة.